بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيد المصطفى وشفيعنا المقتفى مولانا المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعاصبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبعمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشية الله. 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله الشر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير
يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. نستغفر الله رب البرايا، ونستغفر الله من الخطايا، نستغفر الله رب البرايا، ونستغفر الله من الخطايا، أستغفر 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 الله رب البرايا، ونستغفر الله من الخطايا. بشيرا بالصلاة طه نبيا، وارفعا شيخنا وليا ظليا، لست أنسى الأحباب ما دمت حيا، إذ بنوا بالنوى مكانا قصيا، فتلوا آية الوداع فخروا خيفة البين سجدا وبكيا، وبذكرهم تسيه دموعي كلما اشتقت مكرة وعشيا، وأناجي الإله من عظم شوقي كمناجاة عبده زكريا، واختفى نورهم فعدت أنادي في ظلام الدجى نداء خفيا، وهان العظم بالفراق فهب لي ربي بالقرب من لدنك وليا، يا خليلي خلياني بعشقي أنا أولى بنار حب سليا، أنا في نظيري وحبي وقلبي لست أدري أيهم أشد عتيا، أنا شيخ الغرام من يقتدي بي في الهوى أهدي صراطا سويا، أنا ميت الهوى ويوم أراهم ذلك اليوم يوم أبعث حيا، واستجيب سيدي دعائي لأني لم أكن بدعاء ربي شقيا، واستجيب سيدي دعائي لأني لم أكن بدعاء ربي بشقيا، واستجيب سيدي دعائي لأني لم أكن بدعاء رب
ربي شقيا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا لعبيد دنوا إلى باب مولى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى بسطوك فضلة وافتقاري ببداد النشا بقلب تملى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وأدار جفونهم طول ليلى خوف ما يفترون أن نحوي ليلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وسقاهم عبيبهم نعل عشق فغدوا نحوه سكارى وميلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى خلع الله تاج عز عليهم يا له عبيا لآل بلعلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى فلهم أوجه تنير الظلاما وأياد تدابل الخير كلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وقلوب تقلبت بالجليل مقبلات إليه عمن تولى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى ألسنتهم تقول أستغفر الله كل عالي يليق مما سوى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله وبنا سوت ذكرهم جاهدوا مع نفس أمارة لهم غير الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لا ترى منهم سوى لفظة ونفوا غيره بلا لب إلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيها الأعذرون ذكر ربي دونكم سبلهم فتهدي إلى الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى وابتغوا القدير صراطا سفيا إن فيه الوصول لله سهلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى والزموا راتبته والبينا وعذار الفطور والكسل ملا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى فهو يسيري بكم إلى الملكوت بانقضاء لوامة بإلا الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى إلا الله 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 جللوا ربكم بلفظ الجلالة جبروتي ذكركم يا أخي الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى نور الله صدركم بانجلاء رين غيرية بالله الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا تضيع نفائس العمر وقتا بسوى ذكرها وواب تجلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى قوم أفنوا وجودكم على ملا هوت جمعا بذكر نفس توالى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى هو 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 يا مجازي يا عالم الظل شاهد وعيدا في الوجود كي تلمع إلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لها سل الأعوالم بانعدام من ثبوت الوجود الله لله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى الله موجود في الوجود 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 الله موجود بالوجود الله موجود بالوجود قل هو الله ليس شأن سواه وبسطر الضمير أتمم علا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لازموا ذكركم به هو الله وبها هبه هو الله قولا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى هو الله هو الله هو الله هو هو الله Allah, 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 Allah.
الله هو الله هو هو 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 الله شيخ القديري قطب الوجود محي الدين ولي من عز جل صلوات الكريم شهرا وحولا الف الف على الرسول المولى فهو يحيي قلوبكم بالرشاد فلكم من مريده نال نيلا صلوات الكريم شهرا وحولا الف الف على الرسول المولى اهلروا ذكر دستگير قلوبا فهو حق تحق ذكرا جميلا صلوات الكريم شهرا وحولا الف الف على الرسول المولى حق تو حق 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 من هدى الله فهو جمعا وفرقا مهتد للبقاء مهما تخلى صلوات الكريم شهرا وحولا الف الف على الرسول المعلى اهتدوا بمقالكم انت الهادي انت الحق فليس الهادي سوى الله صلوات الكريم شهرا وحولا الف الف على الرسول المعلى انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو 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 انت الهادي انت الحق ليس الهادي الا هو
أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو من أراد الرقي فالله كافي فهو يعليه بتراقي لأعلى صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى قل إذا ما فنيت لله كلا حسبي يا رب ما بقلبي غير الله صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ثم صلوا على شفيع الرسول ما استطعتم وسبحوا الله طولا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى واحمدوه وكبروه ثلاثا مع ثلاثين ذا كفاكم سبيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى سبحان الله 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 الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اذكروا الله قومي ذكرا كثيرا واتقوه وراقبوه كفيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى إن أردتم في صلاة جمع الأحبة فادعوا الحي القيوم دعوا جزيلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى حي قيوم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم 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 واختموا بردكم بتهليل ذكري واذكروه كما هداكم طويلا صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على الرسول المعلى لا إله إلا الله 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 رب صل على النبي وسلم
وعلى الآل ما يزارنا نملا وارحم القائل يا نسل لأحمد وعفوا الذنوب يا خير مولا وعن العذيرين والذاكرين وعمهم كل داهيات وذلا وختام الجميع حاسم وسلم كلهم ثم كلهم يا جليلا صلوات الكريم شهرا وحولا الف الف على الرسول المعلى المعاذ المعاذ من شر شيطان ومن المخزيات في كل احيان بسم الله ابتدأت ربي دعائي فلك الحمد دائما يا رجائي صلوات الكريم شهرا وحولا الف الف على الرسول المعلى يا رب صل وسلم على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لاح الأوالم من هبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما سمع الأذان مرتبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما قال المصلي مرحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما وعظ الخطيب وأحربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما هبى الصبانح والقبى يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لبى الحجيج وقربا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما شم الكرام شذ الحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما أطرى الصراط أولي الحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما فاح المصلي أطيبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما نال المسلم منصبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما سجع الحمام وأجوبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صدق القطاط وأصوبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صدح البلابل غيهبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لمح السراب وألهبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما لاء السراج ورحبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما صاغ الشراب وأحضبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما بدا التراب مذهبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما بشر الرياح والصيبا يا رب صل وسلم على النبي والآل ما الأثمار طابت من سبا يا رب صل وسلم على النبي
والآل ما صغت القلوب إلى النبى. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما غفر المهيمن مذنبا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما ستر العليم محيبا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما الأبدان صحت من وبا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما نفع الدواء مجربا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما شرك يزاح مغربا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما الإيمان زاد مقربا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما الإسلام دين مجتبى. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما التوحيد تشبيها أبا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما الإرفان أعذب مشربا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما نار الفؤاد محذبا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما كمل اليقين تغلبا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما الإخلاص أنجح مطلبا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما حصل الفناء تقربا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما جمع البقاء محبا صبا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما التمكين زانة الدبا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل ما التهليل فينا موجبا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا. بالله نرجو أن تشفع سيدي في كل من صلى عليك وأطربا. لا زال من صلى عليك وسلما محبوب من فرض الصلاة وأوجبا. غفرانك اللهم ربي لي وللحصين فارحمنا وسنا معتبا. فضلا لهذا القاهري محمدي ولمن أحب وحاصلا هم مأربا. يا رب بلغ قصدنا وختامنا حسن بجاه مكلم خشف الضبا. يا حي يا قيوم فضلك أوسع من ذنبنا فلكم وكم لك موهبا. حسنا ختامنا أهل الثنا مثل ما حسنت ختم زاهنا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا. يا ربي صل وسلمن على النبي والآل والصحب وزدهم مرتبا. وأفضل الخلائق أجمعين
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبهم واتباعهم أجمعين، وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بقية العشرة المبشرة والحسن والحسين وحمزة والعباس وسائر المهاجرين والأنصار وأزواج رسول الله وبنات رسول الله وذريات رسول الله وأهل بيت رسول الله وباقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أرواح التابعين وتابعي التابعين، فضل الله ساداتنا أبي حنيفة الكوفي ومالك المدني والشافعي المصري والحنبلي البغدادي وأساتذتهم وتلامذتهم، نفعنا الله بعلومهم، حمانا النافات الدارين بجائهم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم الضالين. آمين. ثم إلى روح الإمام صاحب الراتبة الجلالية وهذه طريقة القادرية العلامة العروسية، قرب الله الحضرة القدسية، وإلى أرواحي ولديه العلامتين الشيخين السيدين الشريفين، سيد عبد القادر صاحب الخلوة وشاهد الحميد رضي الله تعالى عنهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح شيخنا ومرشدنا الولي تقي أحمد عبد القادر المشهور بشيخ نائكم رضي الله عنه، إلى أرواح أصولي وفصولي وخدمي خشمي وفدي وجندي وتباعهم وحشوت وكلهم أجمع وأزواجهم كلهم أجمعين. الفاتحة. الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح سائر أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها، إن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، أينما كانوا أينما كان الكائن منهم، غفر الله لنا ولكم ولهم أجمعين. لعل الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهك وعظيم سلطانك يا الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم اجعل فضل صلواتك ابدا وانواع بركاتك سرمدا وازكى تحياتك فضلا وعددا ഇത് അടുത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാം റസൂൽ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലത്തിന്റെ പേര് സലാത്ത് പറയാൻ അല അഷ്റഫിൽ ഖലായഖിൽ ഇൻസാനിയ മജ്മഇൽ ഹഖായഖിൽ ഈമാനിയ സൂറി തജല്ലിയാത്തിൽ ഹസാനിയ മഹബത്തുൽ അസ്റാരിൽ റഹ്മാനിയ മൽഹരിൽ അൻവാരിൽ റുഹാനിയ അറൂസിൽ മംലകത്തിൽ റബ്ബാനിയ واسطة النبيين مقدم جيش المرسلين قائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول ترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والكرم وظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين وجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين والمتخلق بالأخلاق المقامات الاصطفائية الخليل الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وقدر معلوماتك ومنتهى علمك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون غفر عن ذكرك وذكره الغافلون وصلي وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت وباركت وكرمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ما ذكرناك حق ذكرك وما طعناك لأمرك وما انتهينا عن زجرك ولا يسعنا إلا محض فضلك وجودك وكرمك وبرك واغفر لنا وأنت خير الغافرين وارحمنا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولقبائلنا ولجيراننا ولمن لهم حق علينا ولمن أمن دعاءنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أطعمنا وسقانا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقنا ربنا شر ما قضيت اللهم احفظنا واحفظ من معنا واحفظ ما معنا واحفظ قراباتنا من جميع الآفات والمصيبات والأعداء من الجن والإنس في البر والبحر واشف مرضانا وقض ديوننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا ونبر بصائرنا وطهر سرائرنا من الشك والأغيار ومن الرياء والعجب والسمعة والكبر والأقدار وألسنتنا من الفحوش والهذار اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وبركة ما ذكرنا وما صلينا وما مدحنا وما هللنا إلى روح سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحبهم واتباعهم أجمعين وإلى أرواح الأقطاب والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا ومن لهم حق علينا ومن نويناهم أجمعين اللهم ارزقنا السعادة واختمنا بالشهادة اللهم ارزقنا السعادة واختمنا بالشهادة اللهم ارزقنا السعادة واختمنا بالشهادة بخير بفضل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا عالم السر منا لا تستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا
يا عالم السر منا لا تأتك سترانا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك سترانا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بدعوى مجابة والعرش مفتوح بابا يا الله بنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله بدعوى مجابة والعرش مفتوح بابا يا الله بنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله بدعوى مجابة والعرش مفتوح بابا يا الله بنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب كم عن طلبنا منك مغفرة وحسن الخاتمة يا سامعا لدعائنا الكل فاستجب والحمد لله رب العالمين رحمانو يتمبراني بيرني ويندي يلا برستك ويندي يلا برمك ويندي يلا ربي نواجه هرزي نغل چلية زان رحمانو يتمبراني ني سيري كني تمبراني ني خبولا كني تمبراني ني غائبا كلا تمبراني رحمانو يتمبراني نغل باوي غلان نغل دوشي غلان إدواتي نال مانيكو ദോഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്ത് മാഫാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ എല്ലാ അമ്പിയ ഗംബദരിങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹാൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് നീ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇസ്സത്തോടുകൂടി ജീവിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇസ്സത്തില്ലാതെ നിനക്ക് ജീവിക്കുന്ന തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ നീയാണ് രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണ് ശിഫിയാക്കുന്നവൻ രോഗത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ രോഗമായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന റബ്ബേ അതുപോലും ക്ഷമിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഞങ്ങളിലില്ല റബ്ബേ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ തമ്പുരാനെ പോരാ അതോടുകൂടി ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ കൽബീറിലടിച്ച കൽബാണ് ദോഷം കൊണ്ട് പോയത് കൽബാണ് ഇത്രയും ഫസാദും വസദും കിബറും എല്ലാമുള്ള കൽബാണ് റബ്ബേ ദിക്റു കൊണ്ടും സലാത്ത് കൊണ്ടും ഖുർആൻ ഷെരീഫ് കൊണ്ടും ഞങ്ങളെല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബ് നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നിൻ്റെ നൂറാനിയത്ത് കൊണ്ട് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ കൽബ് ഹാലിസായ കൽബാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ തഖ്വ കൊണ്ട് നിറക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കൽബ് ആഖിറത്തോടുള്ള കൽബാക്കണേ തമ്പുരാനെ ദുനിയാവിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തോട് ഓടി നടക്കുന്ന കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നിന്നെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണ തമ്പുരാനെ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണ തമ്പുരാനെ റബ്ബെ ഉപദേശിച്ചാൽ പോലും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാത്ത പാറ പോലത്തൊരു കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണ തമ്പുരാനെ ഉപദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മയമായ കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് കാഫുറ ഞങ്ങളാരും മരിപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാനെ
പോബേ മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് കാഫ്ര ഞങ്ങൾ ആരും മരിപ്പിക്കുള്ള തമ്പുരാനെ പോബേ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റബ്ബേ നീ മല പോലെ വരുന്ന മഞ്ഞു പോലെ നീ ആക്കണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ നീയാണ് രോഗം തരുന്നവൻ നീയാണ് ശുഫിയാക്കുന്നവൻ രോഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ രോഗമായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് റബ്ബേ അതുപോലും ക്ഷമിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഞങ്ങളെ അല്ല റബ്ബേ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ക്ഷമ നീ തരണേ തമ്പുരാനെ പോരാതോടുകൂടി ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ നീ ഏതെല്ലാം എന്തെല്ലാം നിലക്കുള്ള രോഗമാണ് റബ്ബേ നീ ഇപ്പോൾ തന്നുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ എത്രയോ ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ റഹ്മാനായ തമ്പുരാൻ ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലുമാണ് റബ്ബേ ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ മാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ മക്കൾ നീ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് നീ ശിക്ഷിക്കില്ല തമ്പുരാനെ മാനായ തമ്പുരാനെ എത്രയോ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് കൊല്ലങ്ങളോടും കടന്നു വരുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു റബ്ബേ നീ ശിവ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് നീ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ എല്ലാ എങ്കിലും ഈ മാ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ അതുപോലെ HIV അഥവാ എയ്ഡ്സ് രോഗമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഹൃദയ രോഗമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ ഷുഗർ ഉള്ളവരുടെ റബ്ബേ നിത്യമായി ജലദോഷമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ കണ്ണും ദുരിതരാ വെള്ളം ഒലിക്കുന്നവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടർച്ച ഉള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ശബ്ദത്തിന് താറാറുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ അവസ്മാരം അഥവാ പിടിച്ചുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഷുഗർ അഥവാ പ്രമേയമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ കൈകാൽ കടച്ചുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ നടുവേദന ഉള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ അറിയാതെ മൂത്രം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ രണ്ട് കിണ്ണിയും കല്ലുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത ദോഷത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദീർഘമായ രോഗത്തിൽ കിടത്തി റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ നജിസിൽ വാക്കിയാക്കല്ല തമ്പുരാനെ എൻ്റെ റഹ്മത്തായ മലക്കിനത്തോട്ട് ഞങ്ങളെ നീ വിദൂരപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ എൻ്റെ റഹ്മത്തായ മലക്കിനത്തോട്ട് ഞങ്ങളെ നീ വിദൂരപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാ സലാമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ സിഹറം മാറ സിഹറിനെ തുടക്കാത്ത രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാൻ ആര് സീറു ചെയ്തോ ചെയ്യലേക്ക് തന്നെ നീ മടക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ നീ ആറ് സിഹർ ബാത്തിലാക്കുന്നവൻ ഞങ്ങളല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കിയാൽ ബാത്തിലാകുന്നതുമല്ല റബ്ബേ എൻ്റെ ഖുർആൻ ഷരീഫ് കൊണ്ടോ ദിക്റു കൊണ്ടോ സലാത്ത് കൊണ്ടോ നീ സിഹർ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ തമ്മിൽ സിഹർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കോളേജുകൾക്ക് സിഹർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പള്ളി ദർസുകൾക്ക് സിഹർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പള്ളികൾക്ക് പോലും സിഹർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സിഹർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ എത്തിഹാനുകൾക്ക് സിഹർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ജമാഅത്തിന് സിഹർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സീതന്മാർക്ക് സിഹർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കുടുംബക്കാർക്ക് സിഹർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പള്ളി ദർസുകൾക്ക് പോലും സിഹർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ ആര് ചെയ്യുന്നോ ചെയ്യലേക്ക് തന്നെ നീ മടക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ ചെയ്യലേക്ക് തന്നെ നീ മടക്കണേ തമ്പുരാനെ ചെയ്യുന്നവരെ നീ പിന്തിരിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നീ കൊടുക്കല്ല തമ്പുരാനെ റബ്ബേ എത്രയോ സിഹറിലായി വന്നവരുണ്ട് ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ സിഹർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുതൽ നീ നശിപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാനെ സിഹർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാനെ സിഹർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വീട് നശിപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാനെ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ എത്രയോ സിഹറിലായി വന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ നീ ശിവ വേണ്ടി വെക്കണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാ സലാമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ പച്ച പിടിച്ച ഭൂമി കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനിയുള്ള ഭൂമി ചോരക്കളമായ ഭൂമിയാണ് റബ്ബേ ഭൂമിക്ക് പോലും വേണ്ട എന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് റഹ്മാനായ
പുരാണം മണിമണത്വവും പടച്ചോനെ ഈമാനുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് റോബേ. ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ, റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത ദോഷത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശരീരം നീ അപകടത്തിൽ പെടുത്തില്ല തമ്പുരാനെ. എൻ്റെ മഹല്ലായ ഫതില് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ ഇരുന്ന് പോകുന്നത് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് നീ എത്തിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ, ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് നീ എത്തിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ, റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ. എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് റബ്ബേ ആക്സിഡൻ്റായി മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ അപകടത്തും ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത ദോഷത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് റബ്ബേ തുണ്ടം തുണ്ടമായ നിലക്ക് കത്തിക്കരിയുന്ന നിലക്ക് വെണ്ണൂറ് പോലെ നീ ആക്കല്ല തമ്പുരാനെ, വെണ്ണൂറ് പോലെ നീ ആക്കല്ല തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം നീ വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള ശരീരം നീ ആക്കല്ല തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ് നീ കടത്തണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം. തുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ബിഫളി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. എല്ലാവരും അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം സത്താധന മുസാഫഹത്തിന്റെ സമയത്ത് കുറുകേണ്ടതാണ്. ഉള്ളവരുള്ളവരെ കയ്യിൽ കരുതി കൊണ്ട് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാം. സല്ലല്ലാഹു അലാ